الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل ما زال دائما في الدرسين تجمات غفر ربهم نخمد في الدرسين دائما أحنا شو زوالونا الجزء الأول للأخوة في الإسلام، ونهبرد أمكسي برب الخالق سبحانه وتعالى ذي الرحمة إديفك لعلاقة يجن إجلالك إجال المؤمنين تسمجريهم لعلاقة السمجرين أولون يقال سيد رب البويس عزيز إنما المؤمنون إخوة. الإيمان تبع الثقنات وثقنات تبع المحبة، والمحبة ذا شيء تبع تبع المعاونة. المعونة أروين الهان أروين دين در الصح أروين دين در هنا الأمن والأمان. اقتد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعونة أفين الهان ذا شو هذي يتسوي يتسوي در الجنة من الدنيا ويتسوي در الجنة الأخر أصير في بربي جميعا يتمثل أساكي بفضل الله وبرحمته هنا دن كمية دائما أفين ما تغفر ربنا أين نهضر في الناس دروس سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أغدي تذكية ويسمي كتايا غد باللي العباد الدنيا ثمران ذروا قول والجاز ذروا آدم يقال قويس عزيزا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يخلق النفس الواحدة آدم عليه السلام ذبذ من آدم يقرب وخلق منها زوجها ويخلق ذي الجهة زي ما أنت الآدم خلقت زوجها ليس حواء يقرب وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن ذي سيد فرورين مرة العباد الدنيث والرسول صلى الله عليه وسلم كي يقال إن كلكم من آدم وآدم من تراب. سيد ربي قال قويس عزيزا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا العباد الدنيا مرة بآدم وآدم من تراب كما يتمثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جعل بهم اسم فيض العلاقة إجلال هراء يا العباد الدنيا مرة أنا خزرك أي وش من نقص العباد الدنيا الدنيا ألف شوية من آدم الزخيج إذا العباد الدنيا ذات مثل سيربيون عزيز سبحانه وتعالى وفذتنا آدم يون والدين النقض الإسلام يون يقرب إن الدين عند الله الإسلام ونفين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين يون ذن تدي بين الإسلام. ولماذا قلت سيدة ذات مثل غفوذ من ربي كيف مثل؟ والأخوة مع غفوذ من سيدة ربي حاجة تجينا في سلومان خرب وين رين اندن على قطر يزدين أريزدين بنو آدم اتسلو مرا عند راني شركني قيمة أشركني واشي وميت التيام بعد أعبض مصنة فرق عند راني دكي إدميين ماشي معفوذ من ربي مطلن ذي الدكي نسل يدور الزمان يقصر حشم فرقنا من فرقنا ولكن العلاقة الربانية العلاقة مفوذ مربي الأخوة في الدين حشم فرقت من الموت يا أخي كان عقلية مثلا يلي يولد يتسجد سيد ربي ذكويا كيف مثلا إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إفكية مرة أكل الجون والجاز ذي آدم يغدي في كان غصم الإقلام هي عبادة الدنيثة إن كل يوم سلون الناس يوم ذا شلحان يوم ذا بركان يوم ذا شبا يلي يوم سلصة فينس يلي يوم سلمور فينس ولكن
يشارك الدين الإسلام يشارك سيد ربي يشارك آدم يشارك الدين الإسلام أنشتاقين باش أنا عقيب اليوم يعرض إلان ذي ثمورة الجابون أكد يعرض إلان ذي ثمورة الأرجنتين نا ذي ثمورة الأفريق اليسود نا ذي ثمورة الإسكندنافيا كيف كيف يتم مرة أكد ذي خيقة من سيد ربي يوني عبد ورش الفاطر جالس يقضوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين في جنب أي كسم خلف لنا ما دي السفر ما دي مسلاي كما حويج دي تبنى في جنب ذي الآيات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن هل فرض نشتغي سعدين على سيد ربي ماشي نشتغي سعدين على سيد ربي ذي الإيمان إلا نزدخل قوي إكسعدين على سيد ربي يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وش ما قيّر أنا الويد ما يقول نظر الصورة من هذا ولكن ما قيّر ولا وني ما قيّر أعمال. تام. يقال خلق العزوز سبحانه وتعالى الغويس عزيزا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أرسى بيت الجدل أرسى بيت سود ميه أرسى بيت دير أرسى بيت شي أرسى بيت أكو شوين إلا ندني حجم سن إيمان إلا ندخي قويك ذي العمل الصالح في القرنس الجواحي شوين كان يسأل تعدل غسل رب الخالق سبحانه وتعالى ويشي الفرق غير غشينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم من آدم وآدم من تراب كيف كيف المرة يعبد ما ربك ذرون آدم وآدم خلق في سيد ربي سبحانه وتعالى بوكي سيد ربي خلق سبحانه وتعالى أرد قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن مهما كان اللون الأول مهما كان تمثيل الأول مهما كان الشكل اللون الخارجي مهما كان ثمر في تعيش إن حشر العمل الأول كان الخوف ربي ذي العمل الصالح إسعاد عدي مغسل ربي أزال يسعى ومذان ذي إسعاد أزال يغسل ربي الباقي نظر من سنحسبها كمعيد مثل إن أكرمكم عند الله يتقاكم إذن أما كنت قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم الناس دي حجة الوداع يتخطف دوك يعني مثلا دوني اسمه دي حج إيمان يا أيها الناس إن ربكم واحد سيد ربي ون وإن أباكم واحد سيد آدم فبذن آدمي ون لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إيمان دونش الفضل يقال واحد عرب أكل وين العرب عرب لا دولة ولا رضا أكذوانا إيند ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إيند ولاش ويسعى على الفضليون ذا أزقوا أفو بركان نغا أذركان أغف أزقوا إيند حاجة سطاعا سيد ربي حاجة سوفاء فريد سيد ربي سبحانه وتعالى كما قلت مثلا إيند رسول صلى الله عليه وسلم إيند ستسيان قريب اللغاون دا رسالة سيد ربي نمس يا رسول الله أين يدفق سيد ربي إذا براسيك ثنيراتي تبلغ الرسالة لك شهدت في الناس المؤمنين إنيس اللهم في الشهد إنيس أنا رب شهدت سير رزل شهدت قرنك وإن في محمد صلى الله عليه وسلم سيقى وين دي سيان يهدوري وأفي السيو دي وين وين دي وزد السيانة وين إذن دي سيان دي ويقد نغاك أفي السوفة وفي السيو دي وين وثن السيانة شاهد الذي بلغ الرسالة للغائب أن كان يتمثل إذن دور من الإنسان المؤمن الوجيد الميزان أي تفضي ثلاثة نس وذي السفر إلى عبد النظم أذن سيارة باش الذي ويم أن كان يتمثل إذن فاجمات غفر بهم ولا شويتيفة المحبة في سيدة ربي أن دور الشمال الدنيا أحبي فيه أفر بين وين أدي سقسين فلاي ودي سقسين باش يرمع شرطة من الدنيا باش أستخدم كالبوين أدي سقسين فلاي خطر بكماس أفر بين أدي سقسين فلاي
وين قد سلونا اتزطى التمعيش مثل يقادوا أخلاق معزوز إنما المؤمنون أخوة ثقما صغف سيد المؤمنين دات مثل ثقما صغف ربيهم سيديهم وفت صنوزارهم وفت سنهزيرهم وفت عبجال حاشا ما يفرق إذن يموت يقاد أنا عقليكي ولكن ثقما صغف دوني أندلنا نوذر الفريق ندل قرنا في المؤمن نفادي مثيل يقارن جدودنا ندلنا للحباب ورا الفريق الحباب غف دوني عند لنا ويذوقوا الفريق هذا إذا أي ذوث كيت زمان حاشا فرق على فرق ولكن وإذا يشد شرك ثقمات غف سيدي ربي سبحانه وتعالى المحبة غف سيدي ربي حاشا الموت ملكنا إذ فرق إذن والمحبة نعم ثقمات من نسعى لك غف سيدي ربي تينا كوك سعانا زي سلام قرب من غروق الله سبحانه وتعالى أعذل سيدي ربي سي حقا أكنم يسأل لي دوني أكنم دي خاف الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرء مع من أحب العبد أذي ذوينك حمي أكلر اللي عندي لخاف كيف مثل إذا أثمن غفر بهم الأحباب غفر بهم سيد ربي سبحانه وتعالى يجعل قوية ونسم الدوكين يقرب قويس لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم اسم الروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة يتمثل باسم الروح للهجرة يفهم الأوس للخزرج الأوس للخزرج ذي المدينة أدس السنغان واسمي في ذات دوني كيف مثل أخشون اليهود جالسا معرنا الدوكية بس أخشون أفرفور غير دخير السنغان أدس السنغان عام 12 شهر أشحال السنان 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 القرون السنان وقرسن ويجيهم الأوس الخزر جدي بهذا مثلا جدا سنيون ما قيد أني دوي شدين أني دوي شدين ذا شيء كلام دين إن دوي شدين ذا شيء كلام دين أني ذا يدى الدين كل شيء ذا أسمي قد الرسول صلى الله عليه وسلم غادي الناس الفضل سيد ربي يا ذا دث مثل وغايب الأوس الخزر وغايب دث مثل ذو السنين والعوذ الذي سنغن ذو برسم أعرف ذو سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفرد بويس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتفكن ذي القمران من سيد ربي ذي الحبل من سيد ربي ذو غروة تنفرقهم وفلسي فامي حمين يا عباد وفلسي فارس عن المحبة يا عباد وفلسي فالدقين الدنيا باش أتي أبي للصلاحة وأتي للهناء والدنيا ثنين أيخل من غفية خارف نسن باش أهل يوم سيد ربي الجنة تغسير في ربي جميعا أي مثل إذن ما بيحمين يا عباد فوخ لقى معزو سبحانه وتعالى فوض من سيد ربي سيد ربي وثني وغرار رحمي أثني حمي خذر كان كي دقاء يناد ونهذا رد ذي الجزء الأول ذي حالش لنا نزوله ذي الأخوة في الأخوة في الإسلام الدرسي قاعدا نهضد أثن كان يسعون يحبيبنا ربي ميحمينا في الميسة هذا سعون غرب ورسل كاسني خلي يوم القيامة اللي محبني ورحمني غرسني هجيناكن دجنتني غرسني فكيكني ذو الفذري في الدرجة السن يقرد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه إينا تدرس المحبين في ذكي بيحمين فهي جياو في ذكي تصغينا ندرس القرآن الكريم السنة في محمد صلى الله عليه وسلم سذكرنيين إيقاد يتسمي زورا أفعل جلاو إيقاد يتسمي خذام الشغال تسمي قضاتي غوصي من أفعل جلاو ويجينا حميات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ونعرف ذنيا نقول حلك ندي زورا مدكوية سفوذ مربي وحدث إيش قاعد ضربين ما لك بالدز الذي في بس المغرب إني سني ده نظر حد إني سر ودكوي وتزور أفوز مربيهم وتصعد دشون دوني في شكلي إذا شو لك دود ميس عزيز إن كان يفرر الحالة تزور ضد مربيهم إني سر ملكنا إني سر أصفر إني سر ربي إيش قاعد إني زرع فشفة روحه أهي قال أقل حمية كما كنت حمية أم دكوي لك على جلاله كما يتمثل قرد أبو الدرداء رضي الله عنه إن الذي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رجلين تحابا في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه سبحان الله إن مرم سين مرم يحمين الجوجة لسنة غفوذ من سيد ربي سبحانه وتعالى أني ويك حمين ويضخر ويك حمين ويضخر إذا وينك حمين سيد ربي نكثر
وينك حمي سيدر بغثر يحمي يمدو إيس أكثر. الله أكبر سيدر بي صلاة عشي قلال يقول يوم أيثمثن. ومن يحمي الله سيدر بي سبحانه وتعالى من المؤمنين أيثمثن سيدر بي الخالق سبحانه وتعالى سيدي في كذي الكرم أينس كرم أه كيف مثلا كرم أزدي في كذي النعم أينس أزدي زقل أين أهل دي تسكرة إلى عباد الله حشو دي كيلا أمن سام يقال أبو أمامة رضي الله عنه إذا دي نظر رسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد أحب عبدا لله وحده إلا أكرمه الله عز وجل. إيمد قول إيمد أليلين يون أدي حمل ويض أفوذ من ربي وحد السا إيمد سيد ربي نزدي فكذي الكرامة نس الكرامة سبحان الله عباد الله الصالحين سيكازن سيد ربي الكرامات إزدي فك الإيمان تشغل الإيمان أم قرحان أكثر بويض من يضم الإيمان تجهدن إزدي فك العلم النافع إزدي فك القرايان إلي فهمه أذن ينفع عنده إذا من ينفع عنده يخاف السكين ماشي له العصر اللي تعيش ماشي للخريان إيه ماشي للخريان يشو ياش ولكن يفهم أنا يشو ياش أم كي أريد الفساد أنت ذلا القريان ولاش القريان دي فساد الدوكوين أنا ولكن ما الدوكوين داش يشو ياش ذي فهمك خصه ذلا القريان أكو ذي فساد على خطر الفهمه ولا شيء يستخدم ولكن لو كانت اللي القرايه اخذ الحكمه نغلي فهمه وتشيل النفس الحاجه الصلاح عليه اذا ماذا قلنا القرايه اخذ فهمه الوقت العلم النافع اللي ينفع مانيس اللي ينفع المجتمع اللي ينفع تمرديس اديو الخير اديو لهنا اديو ثوات اديو الامن الامان الى عباد اثمر اكايه مثلا حاجه الخير اللي كل صوره الكيام إذا كرم إذا تكشي لربي إيه عندي أبي الصلاح العامل ينس ذي الكرم كرب بين رين النفوس يسمى رضا الصلاح عليين ترجع من الكرامة نسيد ربي الخلق سبحانه وتعالى وإذ ذي سجد إذ ذي جميع صلاة النعم أما ذي لا أما ذي السحام أما ذي العقل أما ذي الحكمة أما ذي الفصحى والسلام اليغل هو ونس ذي معنى اليغل هو ونس تسمت ويجيب العباد يتقرب الله سيد ربي بدي خدمة كما يثمثل والعباد اللي يحمي الله سيد ربي أثني سرس ذي ثلينس ذي العرشيس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم يخرج السبعانين أليس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي ثلينس اسمه الفكرين رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ذي السبعان نيمة أليس لك نيمة ذي ثلين سيد ربي اسمه الفكرين حاجة اللي نس سين هي الجزمة اللي يحمي من غفوذ من سيد ربي أبسم لي في سيد ربي وأبسم فراخا غف سيد ربي أن كان يثمثل والعباد اللي يحمي من غفوذ من سيد ربي نصني فكثي زطن الإيمان حلاوة الإيمان غروية ونسلم رسول صلى الله عليه وسلم يقال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل ونسعن في ثيائيا سرص حلاوة الإيمان يوذي في ثيائيا أتحمل ذو العبد حشا مفوذ من سيد ربي وحدس وإذا كان يحميه أسنفك سيد ربي الودمة من سن النور أسنفك سيد ربي اللسان سن النور أسنفك سيد ربي في المنابر من النور وتسبب ذلك لنا سمعنا لو ألي أدي غلي الخوف غف الغشي وحد زمنا لنا سمعنا أدي غلي الحسن غف الغشي ويجيني يتشور سيد ربي ولا ونسن ذا الإيمان يتشور سيد ربي ولا ونسن ذا المحبة هي أن نفوذ من سيد ربي وحدس أسيمتم السنان دي الجهة أثق الحضاريس دي الجهة النظام كما يتمثل حكون غف أفسين يبدوكي أفوذ بربهم سبحانه وتعالى أم كده تقصد السنة يتمثل يحكون دا كيون تذكر بس الخير يسيري ذن المكثين يناد يوم بس بصنع ربهم يناد سوليين يناد لليم أتسير ذن الميت يناد روحا يناد وينتين سرسلتين غف طبيعاً إن ده خشمت يا عشرة قرص إذا نسيت شيء لكن باش الحضارة ذي دعوني ندوسيها دنيم إن ده خشمت يوني المزيم واجي مثل كذا المزيم وخشمت يوني المزيم من سام تزيوين تسي بس إن إيش نكو ورداني فوق غرفة وحوج غواي قم دقيم وحدي كنا في دعونا إن ده تفغن ولا سوام إن ده بعد سام إذا غير تعجيل إن ده وهما ذا شو الله يعلم من غير تعقيد كنيا ما ذا ذاش ويخدم على نشتنيا
لا يا سبحان الله إن الدنيا غس يعني ذو ما بذهو ما هو جيني مثلك إن الدنيا خطأ إن الدنيا غفر الله خطأ شيء إن الدنيا أكثر خطأ ذو ما سافر بي أو ما سافر بي يعني ذو ما بذهو شيء ما إن الدنيا إن ذا شو إيز ديسفر إن الدنيا إن يس وجين يتسوي أكن يعني الغرام كيدس ذي المدرسة الابتدائية ابتدائية لا كنا مشطح إلى دينيس بعد النقل المتوسط أرسلان إلى دينيس بعد النقل الثانوية غير ليسيم إنيس بعد النقل غير جامعة غير لونيفرسيتي إنيس أكنا إنسا عدوك مرة نشتاقين إنيس أكنا ميد نقويم للدبلومنا سبحان الله إمد أكنا إنيس رضيه في الخدمة إنيس كلا غير يوت الشركة يوت الشركة يوت الأسوسيتي يخدم اسمه زوجين بوغن تيش سمتين تيش سمتين يوم جو برسن إيش سمتين طوث قوان أبشن طوث قوان دوريس تيش سمتين إيناد إفكان أخم سدوخ ذي الباكينا اللجمة قيون أكو اللجمة قويض مقافة يتقبايا أكا إيناد أنصر موغا الخدمان كيش كل ناس يقوسا أنا رحس كاروستيس يقوسا أنا رحس كاروستيس إيناد أكنا إن الإذي حدوني أرمي السجن أقيا فقر يموت لا عمر اللي هم سلين دين غلنا إذ وسف الدركة حشرين إلها يورو لي تسفر قوية إيناد يدي ولدي حسة استقرح قوية إيناد ليس السجن آت شوية الحلام غرموه إيناد بعد أدي حكومة ليس يدرك لهم إيناد مسلم المكتنية إيناد بعد وينت إيناد النظريث إيناد أزكاني عوني سولي إيناد النانية إيا أثني ليون الميتة السرد إيناد الحرد قضايا واطي غنى إيناد بغض ذينا إيناد سرسلتي بغض طبيا إيناد فيغ ذي المزيون إيناد خزارة كما نوذ ميسا إيناد النغس سبحان الله وقي سند هويا وقيني مثل كسن بصرع كنا وشفار كان اللي ذهوا له إلا دان تقدي وندوي ذهنا إلا دينا يا الشيخ ادوينا كي دعاو ما كني بسير ذن قندقي يسير ما يدوينا عنده الله عفو ربيهم إذا غني يموث ندوي يسير زكان يموث نسام إلا دين مثل ننظر إلا دان ننظر إذن أرست كان قضايا قندقيني نسكوتا قوت حاشا الحيبث لفرقا حضرت ذين دو كايدي دونيث ذين دو كايدي يخاف احبب ده المحيب بغفر بي ذا شو متشيفن او لاش نشيتيفن ايه مثلا يا قيكم انا العقيب اليوم انا ثبع بريد سيد ربي بشر من حماية سيد ربي انا ربح دونيث انا ربح يخاف كان يخدم المهاجرين ذا الانصار اسمينا وحن المهاجرين غير المدينة المنورة فتح مية ونسل فتح مية خامنة نسل ايه وثمت نسل المهاجرين كم المهاجرين يحسبون سيد ربي الصادقين ولكن الأنصار يحسبون سيد ربي المفلحين الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقال المهاجرين خاصه في شده قرر في الانصار قالوا الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه افكشني من سكنت المهاجرين كشنت المشرس فكت المهاجرين ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون كما يتمثل كان أنا أقل قد يحمي الغصي ربي سبحانه وتعالى حشى الخير لهنا نسيين كرسل أي مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يونو بريد أي مثل خزرت كان المحبة غفر بي المحبة غفر بي وتيف المحبة غفر بي إنسان عمر بن الخطاب عادي أن أروح في روح سيدس ولكن ليش أحبه وي كرسل كان ينيس أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر أم بعد يوعيد بعيد قضايا أبو بكر الصديق ينيس يا عمر سمحي ما وين يدناك ينيس وقت سمحها يروح عمر بن الخطاب غروب خميس
من بعد أبو بكر الصديق قلت ماذا الذي تحمل أن يشتني النبي؟ قل لي الحال أنني روح على الرسول صلى الله عليه وسلم الشكايات الناس يا رسول الله الناس يزيد إذن إي وواي غير عمر بن الخطاب روح على الضيف غس اسمح لي وبهذه اسمح لي وبهذه يعفو. عمر بن الخطاب يقول لك خميس يندم يزدنا وقت سميح على يوهاية في ديتنا ديهم يروح على الخميس يفرهم ويروح على المسجد يفادي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخشم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذا شو غادي يفهم؟ آسي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الناس عاف الله عنك يا أبا بكر عاف الله عنك يا أبا بكر عاف الله عنك يا أبا بكر ويكرت سيد الدين النبي واش اللي حصل الله عليه وسلم الناس جديما بدويو جديما بدويو تخرطسيو بدويو تخرطسيو بدويو اتركوا لي صاحبي اتركوا لي صاحبي اتركوا لي صاحبي جديما بدويو تخرطسيو بدويو يومني يمسني يسكب يسكب في الغشيم يفكر يمسني يمنع الغشيم يديه يمسني أخرى في الغشيم ويديه ذي الهجرة أكني قلم ذي الغار ذي غار ثور أكني مسي حالة بريد ذلك يا أرمي أرمي المدينة المنورة أشحال بوسان نسيدس أروح في رقع ويسني فيك شي اسم الله يفكر ذي دي الرسول صلى الله عليه وسلم إنس داشي تجيب يا أبا بكر يوريك إنس تركت لهم الله ورسوله إنس جاز سيد ربي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم ديك سنجي بقي في كثير مرة يفكد كل شيء إن في محمد صلى الله عليه وسلم ما أفوذ مربي كيف مثلا؟ يحمى يا ما أفوذ مربي أني وتيف أنت غير مثلا؟ ما في زال الدود إذ دود أبو بكر الصديق رضي الله عنه خسرك الرسول صلى الله عليه وسلم سيني هذا عتيق الله من النار ودي عتقي في ضربي لجهنم ويا الله اكبر الله رجع يعطيني اسم يمن ايد مثلا يوم واسكو سنه ربي ثوبان رضي الله عنه وارضاه يقيم وزرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمح لميديا شوف زرار من بعد ما يكشف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتح ثوبان يشرب رضي الله عنه وارضاه الناس إيش كده يشتروني يا ثوبان؟ الناس يا رسول الله الناس ما قيم غس حمل يا شروق زر غرام الفغي عقيم الناس وما رد مغفر بلي أزكى يوم القيامة شيء ما تشيل في الدرجات العلى تشيل الدرجين درجات الأنبياء الرسل الناس إن كان هي وسن أني ذمرنا الناس يتزدي طيلو سروا أكثر وإنيس يتسكوين يا ثوبان المرء مع من أحب إنيس يعتذر يريد من يتحمي المرء مع من أحب الله خسر كان مثلا يروح ديوان نظم الرسول صلى الله عليه وسلم يسقسني إنيس قيام الساعة ميمين لماذا فقدوني لماذا انقردوني قيام الساعة الله ذا شي سينا الرسول صلى الله عليه وسلم يوكزر الساعة يقولوا زرارا يقولوا يا يمنا يسألونك عن الساعة إيانا موسعة فيما أنت من ذكرى إلا ربك منتهى يقال لي أننا قل إنما علمها عند ربي العلم حشس إذا بكزرات الساعة منه ولكن مزدنا لك رسول صلى الله عليه وسلم إيه ليس الجواب يسيون السؤال نظر إيه مزدنا وإنه إنيس ماذا الساعة يا رسول الله إنيس وماذا أعددت لها ليش يستهجع الساعة اللي في السحابك؟ ليش يستهجع؟ الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 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 زيادة للظالم لا زيادة للصدقة لا زيادة أخذ جم الناس يودي حاجة حب الله ورسوله حاجة حب سيد ربي ذن في صلى الله عليه وسلم الناس يحميه يوخ سيد ربي ذن يحميه ومن في محمد صلى الله عليه وسلم الناس يشتهي أهجاس من الباقي ذا ذا سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم اللي صار المرء مع من أحب إنس إنك مع من أحببت إنس أقيك ذوين الحميض يقال أنس بن مالك رضي الله عنه لامر من فرح سير الحديث أكثر وقيم خطر نحملكم في محمد صلى الله عليه وسلم أكثر قيمنا أكثر تنفسينا أكثر قخمنا ذولونا أي كما يتمثل إذن سيد ربي عزيز سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون أخوة المؤمن
المؤمن يوم مسلم المؤمن المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المؤمن وكسر الله لا في مؤمن يسحن الإيمان دبوينس إكت المؤمن إنسان هذا يقول سيد ربي ديك شنو ما تقول سيد ربي ديك وإذا استجيت سيد ثقي ما تيجي دومن إدي تسوي الله نادي الدنيا ودي تسوي المحبة سيد ربي وتسكشر يجند المحبة ما فربيهم تسقي ما تغفر بيهم تسوي الله نادي الدنيا المعاونة ما في الصباح المعاونة ما في الهناء تسيري لهنا ذي الدنيا يتسيري الصباح يتسيري يالي خير وتسوي دي المحبة لسيد ربي ذا بسي حميده هنا سبحانه وتعالى وتسكشم يجنث أصيك ربي جميعا يدر إذن إهماك فربيهم إهماك فربيهم إهماك ماشي ما حدش ما حاشا من ساعه في ديماك ايه ما كفر بيهم حاشا ربي فيهم يحكوا ديون الاخر في الله اذكى بسي خير من الدعاة ما لا يروح كان في مرتنا ثبراني يروح اوروبا يروح كارولينا مثلا ما السني من دوكانيس الاخوه باللي اديرس دير ما فيهم أجد الزور المرة أنا بستفيد ذاكور قيطة جي صار جون من المعنى دي في الدين من دي سوق دي مرة يوم أدمغ المرة في الأسكر إنسانة سيارة بالطيب ماشي دي ماس دي بس إن دي سعان ذو إن دي دقيقة ليس إثني شركن ذو في محمد صلى الله عليه وسلم إثني شركن لا إله إلا الله محمد رسول الله إثني شركن إثني شركن شمال شمي حمية لنا فوض مربية لماذا؟ إما دي مث قولية الحساب قولية أنا خدمك على الزات سيد ربي شو من البحر المحبة سيد ربي شو من البحر الجنة ذا شو غير ينفع من يحسن قال يا لنا ذا شو غير ينفع من ذا قلنا من يخدم الضرب يا لنا ذا اللي يقدر ربي كان لا تشر إيه يقدر ربي كان لا تعيش وكي حسب سيد ربي أنا بنادم سويني لن قويك ولماذا إيش يتمنى يا لنا يفضل كيف مثلا أغدي الضرب جميعا أين مثل إيا قد يعقل كل العاقل كل العاقل باليوم أين السلم يحميني عبر مرة مخيف أذمر بيهم وتشفغل ويني الهان أذن فرقا أولا والفرق الفرق رم فرقا حشر بيجا يمد شو الثنام يكزمالاتي هي يرسل مش حال عبادي مفرق لهم السلغم مش حال عبادي مفرق لهم وتشبيع على ريون الله الدرد ويطور لها رسل ثابة وتتفكرة دوني وتسمي لها ليالا العباد ذو من يغدخي قنك تسمي لها ليالا العباد ذو المنهج نسيد ربي المنهج الإلهي إذا ذو كي كوني دخيقا ذو كي كوني درسقا أين وانت قدر كان ألا تشم أين وانت قدر كان ألا تعيشم الموت أتمثل كل نفس ذائقة الموت أشي ما الحرص لمن هي من الدم أفين آث جرز كام أشي ما تحل التعبير أفين إفاث جرز فاث إفاث جرز أز كام وتسيد ربي إدي رزقا إدي تكن القناعة إدي تكن الفركة أشي حال ما يذلك تعيش دي شوية ولكن سيد ربي قناعة إفكيز دي القناعة غربية ونسل أكني تكن صديقا أكني خدمنا ذوين الحب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيد ربي جايس لي بركة وعاش لي في الأمان أشحال العباد يقرر بين الدنيا ولكن أرقض لك أرقض لك أربح لي هنا نسل أربح لي ثلاث نسل أكل ألا عايش لي هنا ثزت أتم عايش ألا تعيش الجهنم لما نزدخل السعايا إذن أنا رزق الإنسان المؤمن أرجع يا ربي ديك سنة يدمن أما رزق الإنسان المؤمن الذي يعيش الزخي من النعمة يقيم الزخي من الجنة من الإيمان ألي سعو العبد الحفاظ غفو خلاق غصم القلامة ذخميك بالذات ذي موينيك يا بنادم ذفنتنيك يا بنادم ذي الجيرانيك يا بنادم ذي الدشرينيك يا بنادم ونسكو يا نيغو بالانسيد ربي سبحانه وتعالى إكرام العامل اللي درس حمل ديون حمل يتغفر ربي نرفضي تغف سيد ربي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها
أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلت الشكوك إذن نجي المحبة غفر بهم كرب وين النظام يساعد حميض يغير أتحميض في الشيء الشريفات أتحميض في أكال الدفاق أتحميض في ذنبه ويش عارف لا كزكا يوم القيامة أتحميض ملك الذي جهنم إذي جارك يا ويتسى جهنم ولكن سكش ما بريد الدين الأذخر يوروي غسد الروي جديد منيك ولكن سكش ما سن الدين غير داخل أتسمي حمي غفر ربي وأتسمي حمي ذأفي ذنبي أتسمي حمي غف سيد ربي وزدخيني ثلال على قدمه ويزدخيني أما كان يتحمل سيدنا موسى سيدنا هارون عليه السلام وذن فين يحمي ذماس يبنى أمة لا تأخذ بالإحيادي ولا برأسي ابن أم أميس جماعة يحميه وخطر الفش في يحميه يحميه أخطر غير سيد ربي قلنا كيف مثلا لو كان مش غير سيد ربي جبلا يحميه خزر كان سيدنا نوح عليه السلام ميس يفرغ غير ربي يمثل سيدنا سيد ربي يمثل سيدنا فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجهل إني شوك كيتسيارة غصب بك نوك كيتسيارة وإذ بيعرف رضا ربي تسيكرا وقت ذا رضا ربي نذ ميزان وإني دينا لا إله إلا الله محمد رسول الله شكولي سن إيمان بالعمل الصالح ثم يحميك فوذ ما ربي وإنه دماغ كل مسلم كل مؤمن على وجه الأرض دي بغير ذي ماي أي نسل من ذا غطية كتشي بجمع ضر وحدي البساء كيف مثل ولكن من إذن الإنسان يخدم يذفع لك يذفع يعني ماشي الميزان لك يذفع حاشا خسر لك خسر خسرت غير محاكم ما قيد المحاكم شوية فبس الميزة التي مقابلين للمحكمة مقي الوث مثلا تسمق بين دي المحكمة مقي الضوية تسمق بين دي المحكمة مقي الخوار دوية ولا تسمق بين دي المحكمة إزورا مرة ضد دي المحاكم الله دوني التقينيات مثلا أن دولة المحي بفسي دربي ويشد دوني العين ويشتد ذات العين إياق أن يحمي العبادة فوذ مربي بشري للخير من دوني ودين وذا الجنة ذي الأخر أغسيك تبار بجميع أيات مثلا وشو الشيكين يسري تهني وين بنادم أذي عشت معشتي الهان بالدنيا سيد ربو تسكر ليس فوز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتعد سيبا سيد ربي حبيبي سدي خارف وسيرزق الحسن الخاتمة أن استخدم لا إله إلا الله محمد رسول الله سويني الهان وسيفكر سيد ربي المنزلة قرحة ذي لخف على خطر أكن غمي حمين دي الدنيا تغفوذ ما ربي أكن غمي يشفع عن ذي لخف إيا اليوم الذي تصدف الفسوة يطفية ويغار جنة أية مثل ذينا غرم في محمد صلى الله عليه وسلم رص صحابة الكرام أكد المؤمنين جميعا أرجع يا ربي ذي سنة مثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي قد في ميحمين رفوذ ما ربي أرجع يا ربي قد في إزدوك سيد ربي ويوم سنة في محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من المؤمنين حق الإيمان اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.